السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المدينة القديمة بالضبط من المدينة المزيوقة في حالة إنسانية جديدة مع لا ربيعة. لا ربيعة عندها يعني واحد المشكل كبير بزاف، ممكن نقولوا عليه انه كيشكل خطر كبير على حياتها هي والوليدات دياولها، خصوصا عندها واحد وليد في عمره شحال في عمره 27 سنه، مريض مرض عقلي وكيتكلم غير بالدويان، وهذا يعني فيها الاب فيها الام. من بعد مع قاسات مع الزوج ديالها مده 7 سنين هو كان مشلول، 12 عام هو مشلول، شحال فاش ما بقاش 7 سنين باش توفى 12 سنه هو هو طريح الفراش. يعني هاد السيده الرجال راهو ما تغلبوا، ما بالو كامراه يعني هذا الدرك كامل الحمل كامل عليها. عندها وليد قلنا مريض، عندها شحال من وليد اخر عندك؟ بنيه اخرى ما مزوجاش، ولد اخر طال معاش، والله كريم نهار يجيب نهار ما يجيب، نهار نتغداو نهار ما كنتغداوش، نهار يجيب باش نتعشاو نهار ما يجيب باش نتعشاو. هو الله كريم الله كريم، ما عندناش لدنا الله سبحانه. هادشي اللي كنت طالما الخوتي المحسن يديروا ليا شي حال الله يزاديهم بخير، راه ما عنديش راني تكرفص، ما يديروا ليا شي حال الله يزاديكم بخير وحلوا ليا هاد المشكل، الله يرحم لكم الوالدين. راني تكرفت جريت وجريت تعيت حاجه ما تقدرت ليا، الباب اللي دقيت فيه ما تحل، الباب اللي دقيت فيه ما تحل، مشيت للمقاطع مشيت للعماله مشيت للعمران مشيت للباب اللي مشيت ليه ما تحل، درت شكايه تعيت تما ما تحل، تقول لي تحمي ومسوالي مشيت للمقاطع يقول لك تحمي مشيت خرجت شدي 2 مليون اخويا ما عندي ما نزيد على 2 مليون كي غندير كان لي عام كان لي عامين، ولد مريض حتى واحد ما يدخلوا لي عما شي باب، ندق في الباب واحد ما يقول لي ولدي مريض ندخل عما شي باب، شي جار ما يقول كريبيت غيدخلني الجيران كان غندير هنا، اقصدنا المسلمين ما تعاونوا عمي الله يرحم لك ونديرني راني طبت وعييت وعجريت وعييت طب طب تما حلوا لي هذا المشكل، الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير ما حلوا لي هذا المشكل، فانا ديروا لي شي حل الله يرحم لكم الوالدين وخوتي المحسنين، ما تعاونوا عمي الله يجازيكم بخير وحلوا لي هذا المشكل، راني عييت قاصد ولدي مريض ما لقيت باش لباش نداوي ولدي لباش نكري لباش نخرج، والو الله كريم راه كنترجاكم كنترجى الله سبحانه كنترجاكم والله صافي. المهم الحاله راه كتبين واحد القسوه واحد الجرح كبير في القلب ديال هذه الام. هذه ام صراحه كتعاني بزاف، انا راه هي براسها غيجرى لها شي حاجه الا بقات في هذه الحاله معصبه بزاف، كتهضر وكترعد مسكينه كامله. هذه عمليه فات لي ما عرفتش غيديروا لي لها عوج ليا ما كلات 3 سنين وانا ما كنتقرد حاجه كنقول حاجه كواقف حاجه وديك ما قدرت نقرد في كابينه ولا مخرجه هي العمليه راه عندي الورق نهار 3 جايه عندي نشوف جريت عميط في السبيط نهار جديد ما سلمش نداوي راسي لا باش نداوي ولدي لا باش نكري لا باش نمنع كل ما نشرب انا نكرفس خوتي المحسن انا نتكرفس انا نتكرفس راني تكرفس راني تكرفس راه 24 عام هادي وانا مكرفسه راه 24 عام هادي وانا مكرفسه اكثر من نهار مات المرحوم راه 12 عام هو ومشيو للمسكين برك انا كنت عند دابا كنجيب لي راه نهار ما تغلو لي ناس من على فريال كي ندير مع ولد مريض ولدي بغيت نداويه ما لقيت باش نداويه ما لقيت لمان باش نعالجو الله كريم الله كريم راه ما كاينش باش نوض باش نقعد راه كنترجاكم كنترجى الله سبحانه ما تعاونوا معايا وحلوا لي هذا المشكل انا بغيت عفن سقرت نموت بغيت عفن سقرت نموت هادشي اللي كنطالبو بدنا ما عندكم تعطوني ناكل مالو نطلبو ناكل ونجي ندور روح داري هادشي اللي كنطلب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صراحة مشهد كيدمي القلب ماشي سهل على صراحة راه إلا جيتو شفتو مثلا الدار عندها الفوق راه ريبة الدار كلها ريبة راه زعما راه في الخطر راه ولدها في الناس أجو تشوفو معنا ولدها ها هو مسكين ناعس هنايا هانتوما شوفوا الخطر اللي ناعس تحت منه شوفوا البلاصه اللي ناعس فيها راه زعما راه ما شاء الله هاد حجرت علينا غير بعولدك عليه حجر يموت ها هو ناعس يعني الخطر داير بها لا من الجنب ديالو من هنا لا من الجنب ديالو لا من الفوق ديالو زعما راه الله يحفظه صافي
أمي ربيعة تعرضت لواحد الحالة ديال النصب من طرف واحد السيد ربما سميتو عبد اللطيف. احنا غادي نشوفوا يعني غادي نشوفوا الارقام ديالو هما هادو ونخليوها هي تقول لنا شنو القصة ديال هاد السيد. هذا السيد شي شهر 15 يوم هادي باش عيط ليا في الليل، عيط ليا وراني البارطما، وراني البارطما وقال لي واتساب وراني البارطما وقال لي صيفط لي صورت لكارت صورت لكارت صيفطتها لي بنتي في واتساب. قعد موراها 15 يوم وقال لي صيفط لي 60000 ريال وراني البارطما وراه ليا وقال لي صيفط لي 60000 ريال صيفط لي فكاش وفكاش صيفط لي 60000 ريال باش نصاوب لك الوراق. هاد السيد كيتفلع عليا هاد السيد، انا خليت ليه الله كيضحك عليا خليت ليه الله. ما عرفتش انا سبحان الله، عاد يمكنين الناس اللي كيتلذذوا بمعاناه ناس اخرين، ناس يعني اللي كي ما فهمتش والله ما فهمت زعما علاش كيفاش هاد الناس مثلا يستغلوا حالات ضعيفه، حالات يعني هاد الناس خاص الناس تقدم لهم يد المساعده وما كيستغلوهم باش يسرقوهم باش ينصبوا عليهم. ما عطيتهاش لي لا مزيان هي ملي مشات عند مول لاجونس باش تدفعها فيقها غير مول لاجونس قال لها ما تدفعيهاش لي انا تسلفتها وغادي بها ندفعها لي. وبسرعه قالت لك بمجرد ما رجعت مسح لاكارت ناسيونال ديالو، مسحها من الواتساب من عنده، مسح كلشي البارطمون مسح كلشي. مشاهدينا الكرام كنظن ان ما بقى ما يتقال من بعد ما شفتوا الحاله ديال ام ربيعه، حاله زعما والله العظيم ان هي براس مسكينه كتهضر وكترعد ما بقات عارفه لا ما تقدم لا ما توخر رساله راها واضحه للناس المسؤولين عندنا، السيد القائد المدينه للهنيه الحمريه، الناس مسؤولين يعني تصوروا والله العظيم الاكسجين ما كاينش. ثاني مره كنصوروا حاله ربما الحاله الثانيه من بعد حاله ام غضيفه، انا ما كنحس بلوك كنحس براسي مخنوقه. افاض الله حضرت لي وقفت دابا والله العظيم زعما الاكسجين ما كاينش، صدقا الاكسجين ما كاينش في هذه البلاصه هذه، الغبره والتراب. نتمنى الله تعالى ان هذا الفيديو هذا يعني يمس القلوب الرحيمه ويمس المحسنين، الناس اللي غيمشوا العمره مثلا كنعاودي في اي رساله كنعاود نكررها ونقولها ربي لما دوروا حد دويره خفيفه يعني في الاحياء مثلا القديمه بالمدينه القديمه، ان الاسر المعوزه راه كاين الناس اللي هما كيتعففوا ما كيقولش لك عطيني، ولكن ها الناس اللي دايزه فيهم هذيك المساعده الناس هما اللي بامس الحاجه لها. قلنا ان شاء الله يكون خير ام ربيعه، يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومشاهدينا الكرام الله يجازيكم بخير، نظروا لهاد السيده وهاد الوليد هذا وخوته مازال بعين العطف بعين الرحمه، احنا خصوصا في شهر رجب يعني شهر عظيم عند الله تعالى، مقبلين على شهر شعبان وشهر رمضان فيه كتغفر الذنوب وفيه الله تعالى كيفتح ابواب الرحمه، الله يحن القلوب الله ينزل الرحمه في قلوب المحسنين باش يساعدوا هذه السيده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.